52 ايه دينار؟ 52 الف مصري. كسبت بيهم عربية يا شحات. كسبت عربية. كسبت عربية. سيارة في السحب. بس ما انت لازم تقول لي انت منين الاول عشان اقول لك انت اخذت العربية. لا انا معاك السفير بجد شحاته وألف مبروك. هتيجي السفارة ان شاء الله. والاول اتصل بالاستاذ اسامة جلال في شركة اتصل بشركة الميزاني. لا اتصل بينا. الرقم اللي معاك دلوقتي ده اتصل بيه وهنحدد الميعاد عشان نسلمك السيارة. شكرا. ألف مبروك. ألف مبروك. موضوع بجد مش هزار. موضوع بجد. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة.